تعتبر مجالس الضواحي المنتشرة في إمارة الشارقة مقرا للتواصل بين أهل الحي ومقرا لتنظيم المحاضرات والندوات. تقريرنا التالي يستعرض أهمية تلك المجالس. إمارة الشارقة التي باتت وما زالت رمزا للأمان والطمأنينة بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وفر جميع السبل للحفاظ على الأسرة وتحقيق استمرار التواصل بين الأسر والمجتمع، كمجالس الضواحي التي وجه بها حاكم الشارقة لتسهم بالاتصال المباشر بين سموه والمواطنين وتلمس احتياجاتهم من خلال رصد ومتابعة احتياجات أهالي الحي. كما أن مجالس الضواحي لها أهداف اجتماعية، حيث أن المجلس يعتبر فرصة للالتقاء بين الأهالي ومشاركتهم لأفراحهم وأتراحهم من خلال إقامة الأفراح والعزاءات في المجالس، وذلك إسهاما من سموه في التخفيف على المواطنين من أعباء تكاليف الأعراس وخيام العزاء. ومنذ إنشائها حتى الآن شهدت مجالس الضواحي بجميع أفرعها تنظيم محاضرات وندوات تخدم المجتمع وتوعي الأهالي من خطر الانحرافات الاجتماعية والسلوك المرفوض مجتمعياً، والتوعية الأمنية عن الأفكار الهدامة الدخيلة على مجتمع الإمارات والتي تؤثر سلباً على سلوك أفراده.